الداخل. نعم. عندما كنت وكيل لوزارة الداخلية يعني كانت هناك أحداث إرهابية يعني مرورا باحتلال الحرم من جماعة جهيمان وحوادث أخرى، تتذكر كيف كان التعامل مع مثل هذه الحوادث؟ والله من التحادث مع مين؟ حوادث الإرهاب التي مرت. إيه طبعا الإرهاب أنا موجود في الوزارة. نعم. خاصة يوم موضوع الجهيمان والحرم طبعا كانت قضية يعني بالرغم من أنها صادمة بقوة إلا أيضا هي ما كانت تمثل حركة في الوطن، يعني ما كانت زي حركة مضادة للنظام، هي حركة عجيبة لأنه بيت الله مهما حاولت لن تخرج منه معروف. بس كان ربما ضارة النافعة، موضوع الحرم هو انطلاقة لتطوير البلد الوطن الحكومة خاصة الداخلية، انتقال من متابعة حالات إلى التعامل مع الإرهاب كظاهرة قابلة للتطور وقابلة للنمو، وهذا نتيجة تجربة الحرم. منها انطلقت وزارة الداخلية تأسس لنظام للتعامل مع الإرهاب بكل ألوانه وهجومه، وهذا في تقديري قلت لك ربما ضارة نافعة.